كابتن شطة فوز مستحق، ويمكن حضرتك برضو الأيام اللي فاتت ديت كنت برضو على أعصابك أكيد. الآن فوز فعلا يعني زي ما كابتن شريف قال، يمكن بطولة عندتنا شوية لكن ما كانتش صعبة على النادي الأهلي بإنجازاته وبتاريخه الكبير. تقول إيه بقى في البداية في بالمناسبة دي؟ لا هو طبعا المباراة ما كانتش سهلة حقيقة، المباراة دي كانت حقيقة عصبية لدرجة إن بعض اللاعبين اللي مستواهم كان متميز جدا نتيجة الضغط العصبي العالي انه فقدوا تركيزهم، زي الكره اللي جت لحسين الشحات هو داخل السكس يارد ولعبها في العرض دي معلول. دي اسهل دي اسهل اسهل يعني كره ممكن يعني حسين الشحات يعني يوديها المرمى. ده قبل كده جاب هدف في الوداد لو تفتكر، هدف عالمي عالمي يعني طبعا. ده معناه راجل هداف بدرجه قدير، فبالتالي الحاجات دي توري قد ايه الضغط العصبي اللي كان موجود نتيجه انه هذه المباراه كانت تشكل النادي الاهلي بعد غياب 7 سنوات. صحيح. فطبعا دي حاجه كانت يعني حقيقي خلت المباراه في بعض الفترات الكثيره جدا ان الضغط العصبي اثر على بعض اداء اللاعبين تكتيكيا، لكن احنا طبعا بنقول النادي الاهلي نادي بطولات، نادي بيلعب من اجل بطوله مش عشان فترات معينه النادي الاهلي مستواه بيهبط او ما بيكونش فيه نوع من الالتزام الخططي، لكن الفريق الكبير القوي هو اللي بيستطيع انه يعيد نفسه تاني. صحيح. ويستطيع انه يسترجع، ودليل انه قفشه ما كانش في المباراه بشكل متميز قوي، على الاقل كان بيأدي دوره لكن احرز هدف تاريخي. صحيح. هدف سيحسب ليه على مر التاريخ. طبيعي. انا بسمينه ذا جول اوف ذا سنشري، يعني انا سميته هدف القرن. هدف القرن ده حقيقي، ده حقيقي. انا اتفق معاك تماما حبيب. لان هو كان موجود معانا امبارح وقال اكيد ده هيكون اغلى هدف في حياته، يعني لان حياته.